السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في خصائص الكائنات الحية. كما شفتوا في الفيديو السابق كيف أفرق بين مجموعات الكائنات الحية. مجموعات الكائنات الحية، أيضا كائنات الحية، كائنات الحية أبرز الخصائص المشتركة. أبرزوا الخصائص المشتركة للمجموعات الرئيسية للكائنات الحية. ألاحظوا الصورة لأساعد الطفلة على تكوين مجموعات من الكائنات الحية في الصورة. كائنات حية. إذا تساؤل، أتساءل ما هي أو ما هي المجموعات؟ ما هي المجموعات؟ ما هي المجموعات ما هي المجموعات؟ المجموعات النباتية لا للكائنات، ما هي المجموعات للكائنات الحية الحياتي. ما هي المجموعات ديال الكائنات الحية؟ ما هي مجموعات الكائنات الحية؟ حتى ملي كنشوف في الصورة شنو كنشوفو؟ عصفور، كائن حي. ولكن كينتمي لاش؟ إلى العصافير. الحيوانات. حيوانات. هذا السحلية إلى الحيوانات. الفأر كائن حي ينتمي إلى حيوانات. الضفدع كائن حي ينتمي إلى حيوانات. هاد الزهرة كائن حي ينتمي إلى النباتات. هذه ثاني النبتة نباتات. وهاد البنت بغات تفرقهم. هنا يجي في الشدار هنايا. إذا كاين كائنات حية هنا تختلف هنا. هذه حيوانية وهذه نباتية وهذه حيوانية. ما هي مجموعة الكائنات الحية؟ كنقولوا كائنات حية. كائنات حية شنو هي؟ كاينة في نباتية وكائنات حيوانية. حية كائنات حية سنقولو كائنات ماشي نقدر نكملها. وكائنات حية حيوانية. إذا كاين جوج كائنات حية، نباتية وحيوانية. أبحثوا في وثائق عن المميزات الخاصة بكل مجموعة، عن كل مجموعة. مجموعة ديال النباتات دابا كنعرفوا، دابا هنا خصكم تفرقوا شنو هو كائنات حية نباتية، كائنات حية حيوانية. دابا مشيو للنباتية. مجموعة الكائنات الحية الحية. ألاحظوا هذه الصور ثم أربطوا كل واحدة بالبطاقة التي تناسبها. هنا باش نفرقوا بين الكائنات الحية النباتية. في النباتية شنو فيها؟ فيها جوج خصائص وحنا نعرفوهم شنو هما. ها هي، له أزهار ليس له أزهار. حقاش النباتات اللي تشوفهم كاملين كاين اللي عندها أزهار وكاين اللي عندها لا أزهار. ما عندهاش أزهار. إذا هذه مثلا عندها أزهار؟ نعم. هذه عندها أزهار؟ لا. هذه عندها أزهار؟ نعم. هذه عندها أزهار؟ نعم. إذا ها الزهرة هي هذه. هذه فين الزهرة؟ ما كايناش. هذه الزهرة فين هي؟ ها هي الفوق، هي هذه. هذه الأزهار ها هما الفوق. الشجرة كتعطينا هذاك الزهرة ديالها، عاد كتعطينا الثمار. بحال مثلا الشجرة ديال البرتقال كتعطينا هذاك، كتعطينا هذيك الريحة اللي كتكون هذيك الزهرة البيضاء. ها يقول لك هذاك الزهر، الماء ديال الزهر هو هذاك، أو العطر ديال الزهر هذاك راه كتسمى زهرة ديالها. إذا الشجرة كتكون فيها تاهي الزهرة. إذا له أزهار، هذه لها أزهار؟ لها أزهار، نعم. لها أزهار؟ نعم. لها أزهار؟ لا. ليس له أزهار. لا أزهار؟ نعم. له أزهار. إذن هادو لهم أزهار وهذه ما عندها الزهرة. إذن في المجموعات النباتية، الكائنات الحية النباتية، عندنا زهرية لا زهرية. زهرية فيها الزهرة، لا زهرية ما فيهاش الزهرة. هذا هو الفرق بيناتهم. صافي، أتمم الجملة بما يناسب. أزهار لا زهرية، زهرية. تنقسم النباتات، تنقسم النباتات إلى نباتات. إلى نباتات أي لها أزهار. إلى نباتات نقولوا إلى نباتات هي أي لها أزهار. إلى نباتات زهرية. زهرية. إذن هي زهرية. زهري
هي تن، هاي القلم هنا زهرية تن. لها أي لها أزهار، أي عندها أزهار، عندها أزهار. ونباتات أي ليس لها لا أزهار، وأي نباتات لا زهريات، لا زهرية تن، هاي لا زهرية تن. أي ليس لها، أي ما عندهاش أزهار، أزهار أزهار. استنجيش، تكون النباتات مجموعتين كبيرتين، النباتات والنباتات، النباتات النباتات الحية الزهرية، الزهرية والنباتات لا لا زهرية، لا هي ألف لام، ألف لام، لا زهرية، رياتو. صافي، هذا هو الاختلاف. هذه الصفحة 40، ندوزو للصفحة نكملو صفحة 41، ولاحظوا الصور من أجل تصنيف محتواها. علاش حنا دابا خدمنا في الجهة الأخرى، كنا خدمنا النباتات كائنات حية، كنا قلنا نباتية، وهنا شوفوا الحيوانية. في النباتية قلنا الزهرية لا زهرية. صافي، المجموعات الحية تنقسم إلى حيوانية ونباتية. بالنسبة للنباتية قلنا زهرية ولا زهرية، هذا هو الفرق بيناتهم. دابا نشوفوا الفرق ما بين المجموعات الحيوانية، شنو المجموعة ديالها كتنقسم إلى مجموعات، واش بجوج مجموعات، ثلاثة، أربعة، خمسة. ولاحظوا الصور من أجل تصنيف محتواها. سمك، ضفدعة، سلحفاة، حمامة، بقرة، ثعبان، دجاجة، فأر، سمكة، سحلية، سمكة، جمل، تمساح، ضفدع، دجاج، ديك الرومي، الديك الرومي، الديك الرومي، الديك الرومي. اشوف الصورة كتبان مزيان في الشاشة مزيان. اكتب رقم الحيوان في المكان المناسب لأكون مجموعات لها نفس الخصائص. مجموعة الثدييات، الثدييات يعني هكا تردع، كتردع هذا البزازل ديالها كتردع، بحال دابا الكلبه ولا القطيطه كتشوفوها كتجي وليداتها تحتها وكيبقاو يرضعوها. اذا كتسمى الثدييات. تلد كتولد، وترضع وكتردع، كتولد وكتردع. دابا القطيطه شنو كدير؟ كتولد وكتردع. ولها جلد مكسو بالزغب. اذا نعرفوا شنو هما، شوفوا اللي كتولد فينا هي وكتردع. شوفي معايا ليلى. اذا البقره شنو كدير؟ كتولد وكتردع. ها هي تردع من هنايا، ولها جلد مكسور بالزغب. اذا نديرو خمسه، نزيدو فأر. كيولد ثمانيه، رقم ثمانيه كيولد كيردع. فأره زعما الفأره كتولد، كتردع وليداتها، ولها جلد مكسور بالزغب. جمل رقم 12. جملة كتولد، ناقة زعما الناقة هي الأنثى ديال الجمل، ناقة تلد وكتردع وليدها. هنا ملي كتكونوا في البحر راه كتشوفوا هذاك الجميل الصغيور تحت مو الناقة، راه كتشوفوا كيرضع من التحت. هي هذيك كتر، وله جلد مكسور بالزغب. هذه المجموعة تسمحوا لي ما كتبانلكمش هذه الصفحة الأولانية. نشوفوا مجموعة البرمائيات. شنو هي برمائيات؟ كتعيش في البر كتعيش في الماء. بحال اش مثلا نقول لك الضفدعه، الضفدعه كتشوفها راه كتعيش في البر، كتنقز وكتخش في الماء. كتعيش في البر، مائيه، بر مائيه، كتعيش في الماء وكتعيش في البر. تعيش في الماء وخارجه، ولها جلد عاري. هذا جلد عاري بحال الضفدع مثلا، ها هو الاول بداو به رقم جوج. ها هو كيعيش برا، كيعيش في الماء، عنده الجلد. ورقم 14 30، حنا غادا نشوفو، غادا نضربا ضربا 30. هاهو 14. صافي مزيان. عندنا مجموعة الأسماك، مجموعة الأسماك شناهي؟ تعيش في الماء، كتعيش غير في الماء، ولها حراشيف يمكن إزالتها. كتشوفوا الحراشيف هذو اللي كنبغيو نقيو الحوتة، كنبقى ندوزو الموسى هنا كيما حيت الحراشيف ديالها كيتحيدو. إذا أسماك، ها هي
رقم واحد سهل هذه. رقم تسعة سمكة. سمكة. 11. تهيا وصافي. مجموعة الزواحف ها من خلال الزواحف عقل عليها. اسماك قلنا لكم عرفها، البرمائيات معروفه، الثدييات عرفناها، الزواحف كتزحف غادا غادا كتزحف على بطنها كيف حس الثعبان. اييه بطنها يلامس الارض وحراشفها ملتحمه ملحمه. اي الحراشف ديالهم ملحمه. اذا هو الثعبان. نشوفوا من قبل منه شكون هنا. ما كاينش حتى هذا كيعتبر برمائي من البرمائيات وكيتعبر من الزواحف حتى هو. تعاود تقدر تقولوا برمائي من الزواحف، من البرمائيات والزواحف. هاي ثلاثة تقدر تقيدو حتى هو ثاني هنا، نديرو له ثلاثة هنا في البرمائيات تقدر تقيدو حتى هنا. هو برمائي. برمائي كيعيش في البر وفي الماء ويعتبر من الزواحف، حتى هو كيزحف على البطن ديالو. راه كتشوف كتقيس ولو انه عنده هاد القوقعة، ولكن كتعرف بان البطن ديالو راه كتلامس الارض. اذا قلنا هذا الثعبان رقم ستة. ها هو نعم. السحلية رقم 10. ثم التمساح. ها هو شوف الحراشيف ديال كده. بقات لنا مجموعة الطيور سهلة. إذا كاينة عندنا خمسة المجموعات، لها مناقير، عندها منقار، ها هو منقار، وجلودها مكسوة بالريش، عندها الريش. إذا سهلة. شنو كتبقى عندنا؟ ها هي أربعة حمامة. أربعة حمامة. مجموعة أربعة حمامة. زيدوا معايا هنايا دجاجة. دجاجة سبعة. زيدوا معايا والديك الرومي 15. إذا تنقسم إلى خمسة المجموعات، خاصك تحفظهم. شنو تقولي؟ الثدييات. الثدييات يعني كتولد وكتردع، تالي دوات رضيع ولها جلد مكسور بالزغبي، عارفها قطة، تفكرها القطة نتايا والكلبة. مجموعة البرمائيات كتعيش في البر وكتعيش في الماء، وتعيش في الماء، تعيش في الماء وخارجه، وجلدها عاري عاري بحال الضفدع عقل عليه. مجموعة الأسماك تعيش في الماء فقط ولا حراشيف يمكن إزالتها، عقل عليهم الأسماك. ومجموعة الزواحف بطنها يلامس الأرض وحراشيفها ملتحمة، عقل عليها بحال التمساح وبحال الثعبان. ومجموعة الطيور اللي كطير، سواء كطير أو لك تقعد في الأرض بحال الدجاجة أو بحال الحمامة كطير أو لك بحال وديك الرومي، يعني لها مناقير وجلودها مكسوة بالريش. إذا استخلصوا أن الفراغ بمناسب، تنقسم الكائنات الحية إلى ها ونباتي ونباتات، إلى حيوانية حيوان ونباتات، حيوانات حيوانات. تنقسم الكائنات الحية هيا إلى حيوانات ونباتات كما قلنا في الأول. تنقسم النباتات بالضبط إلى مجموعتين، النباتات الزهرية والنباتات اللازهرية. زهرية زهرية ولا زهرية؟ من المجموعات الحيوانية. مجموعات الحيوانية نجد ما يلي. شنو كنوجدو؟ الحيوانات، مجموعات ديال الحيوانات الحيوانية. شنو كنلقى؟ الثدييات. الثدييات ياتي و تفكري الثدييات شنو قلنا؟ الثدييات والبرمائياتي والبرمائيات و والأسماك الأسماك والزواحف و الزواحف والطيور طيوري. إذا نبات زهري بلونت أفلوغ، نبات زهري عنده الزهرة، حراشيف إيكي ريش بلوم وزغب بوا. إذا أستثمرو جو غومبلي لي كاز باغ لي نون دو غروب دو شاكان دي إتخ فيفون، كائنات حية إتخ فيفون سويفون، خاصني ندير لهم الجروب ديالهم. إذا كل وحدة وندير لها الجروب ديالها الخاص بها، الجروب ديالهم حنا عارفينهم ديجا. دابا هذا شنو هذا؟ بالين. البالين هي ديك البالين، هي الحوت الكبير. الملكين تامي لي بوا
Les poissons. Les Poisson, c'est poissons. ça. Un petit mot. Poisson. 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 D'accord? Sihelia. Lézard. Le mec est un Lézard. Les zawahir. Zawahir. Et d'accord, goulou. Reptile. 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 Les reptiles. Zawahir. Autriche. اي النعامه لما كنت نتامي تريش طو طيور طيور لوا لوا لوازو وازو لي وازو يعني لي وازو هيبيسكي 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 لي بلانت لي بلانت بيان تري بيان ولي بلانت واش بلانت يعني à fleurir ou là non fleurir un dom fleurir à fleurir c'est ça un dom zahriye zama plante plante à fleurir à fleurir à fleur il y en a des zahra à fleur ok comme ça à fleur mouton il y en a le houli mouton les mekin tabi les etta الثدييات حتى النعجه يعني ما بين الحول ولكن راه كيكبز معايا النعجه النعجه كتولي تولدها وكترضعو وكذا وعندها ها جلدها مكسور بالزا بالزخ اه وهذاك الصوف كنقولو يلا نقولو سميتهم الثدييات شو سميتهم لي مامي فيغ مامي فيغ ما مي فيغ مي هيا كوم سا فيغ مامي فيغ كوم سا إلى هنا يسجل الفيديو تمتم في رعاية الله.